تعال اقول لك ازاي تعمل شعرك كيرلي. اكتر سؤال جالي من ساعه ما فتحت الشانل دي او فتحت القناه دي، ازاي بتعمل شعرك كيرلي؟ في الشارع، من صحابي، في الكومنتات، في الدي ام، في الخاص، على الواتساب، على كل حته حرفيا ممكن تتخيلها، ازاي يا كريم بتعمل شعرك كيرلي؟ وانا بصراحه عملت ريلز كتير على انستجرام. طبعا انت مش بتابعني طبعا على انستجرام، فانت ما بتعرفش اي شيء خالص، وده عيبك انت مش عيب انا ماليش دعوه. روح تابعني بقى عشان ما يفوتكش حاجات كتير يا حبيبي، روح تابعني بسرعه. نزلت ريلز على انستجرام قلت ازاي بعمله كده، ولكن برضو انا حاسس ان انا مقصر معاكم في حوار انا ازاي بعمل شعري كيرلي. فجبت لكم بقى حاجات تنفعكم في الشعر الكيرلي، وجبت لكم كمان خصومات جامده جدا جدا زي ما معودكم. فيلا بينا ايه نشوف حاجه حاجه. طيب عشان ما اعيدش الكلام تاني عشان انتوا ما تزهقوش مني، يعني هتلاقي ان الموضوع مفصل جدا جدا وماشي معاكم خطوه بخطوه، ازاي عملت شعر كيرلي من اول ما شعري لما لسه واخد شاور يعني، وبعد كده عملته ازاي والكلام ده هتلاقيه طبعا في الانستجرام، فروح اتفرج عليه. ولكن انا هنا هقول لك الادوات اللي انا بستخدمها للولاد، وعلى ما اظن كمان البنات ينفع معاها. فاول حاجه انا عندي الاستشوار ده، فالاستشوار ده كان عادي خالص من غير البتاع دي، كان موجود عادي خالص بالحاجات بتاعته. ولكن انا كنت بشوف دايما على الفيسبوك والكلام ده او الريلز بتاعت الانستجرام ان هما بيفضلوا في حاجه كده بتاعت كيرلي، بيفضلوا بالاستشوار يلفوا بيها في شعرهم، ولاقي ان بعد كده الشعر بقى كيرف كده وواخد الموجه كده بتاعته، بيبداوا بقى يكملوا بالاسفنجه. ولكن كنت دايما بشوف البتاعه دي واشوف يعني بسال نفسي البتاعه دي بيجيبوها منين. ودي باختصار اللي هي البتاعه بتاعت الكيرلي دي، يعني بتتباع لوحدها، بتبقى اكستنشن او اضافه لاي استشوار عندك يعني، بتركبها عليها لو انت زي حالاتي كده والاستشوار بتاعك ما فيهوش البتاعه دي بتيجي معايا. فدي بتيجي كده لوحدها وبتركب في اي استشوار عندك، لانها هنا حاجه زي تفتح وبتقفل يعني على اي استشوار وبتقفل عليه. وبعد كده بتبدا تشغل الاستشوار بتاعك بعد ما تاخد الشاور بتاعك، وتبدا تلف بيه على شعرك كده كله. وفي هنا كمان اللي هو الدبابيس دي او الحاجات اللي طالعه دي، دي المفروض بقى الهواء بيطلع منها وبتلف الشعر عليها وانت بتلف ايدك يعني كده على شعرك، وتلاقي ان الشعر لوحده خد الموجه اللي انت عايزها، او اللي هو البلع زي ما بيقولوا كده، اللي هي كل شعرايه بتبقى ملفوفه كده لوحدها. طبعا بستعمل طبعا حاجات زي الفوم ده، وبستعمل حاجات كتيره. طبعا هتشوف كل المنتجات اللي انا استخدمتها بتاعت الشعر دي زي الفوم ده او زي الكريمات وكده، هتلاقيه طبعا كله على انستجرام، فانت روح اتفرج على الفيديو بتاع الانستجرام لان هينفعك جدا جدا. طبعا المهم علشان ما اضيعش وقتكم، لو انت عندك الاستشوار لوحده وما عندكش البتاعه دي ومش عايز تجيب استشوار جديد في البتاعه دي طبعا عشان هيبقى غالي وكده، فانت ممكن تجيب الاكستنشن دي لوحدها، هسيب لك اللينك بتاعها تحت في الديسكربشن، ومعاه هديه. لو انت رحت قلت له ان انا عايز الراس بتاعت الكيرلي دي بس وتابع كريم عفت، هيديها لك وهيديك معاها سفنجه هديه. استنى اوريكم ايه هي السفنجه. استنى، دي السفنجه اللي بقول لك عليها، ان انت بعد ما بتخلص بتبدا بقى ايه تلفي بيها شعرك، وهنا هي مخرمه علشان تاكد بقى قوي على الشعره اللي هي اللفه دي. تجيب امها بقى تفضل تفرك، تجيب امها يا باشا تفرتكها بقى. لو انت رحت قلت لهم ان انت تابع كريم عفت، هيديك دي ومعاها دي هديه، وهيديها لك ب 150 جنيه. فروح قول لهم انا عايز دي وهيدوك دي هديه، بس لو انت قلت لهم انت تابع كريم عفت. طيب تمام، شيل دول بقى على جنب. دلوقتي انت واحد ما عندكش استشوار خالص، مش هتقول لي بقى انا عندي استشوار وعايز اركب دي عليه، لا انت ما عندكش استشوار خالص اصلا وعايز استشوار، اسيبك؟ لا عيب، جبت لكم دي استشوار معاه مشتين ومعاه البتاع بتاعت الاستشوار ومعاه كمان البتاع بتاعت الكيرلي. بصوا نفتح ونشوف العبوه دي فيها ايه بقى. ولا 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 ولا. طيب اول حاجه مشتين، المشت ده والمشت ده، مش عارف باينين عندكم ولا لا، اكيد باينين. والبتاعه اصلا بتاعت الاستشوار لو انت بقى بتحب بس تشمر بقى شعرك والكلام ده، والبتاعه بتاعت الكيرلي جاهزه اصلا مع الاستشوار، والاستشوار بتاعنا اهو. طبعا دي ما حدش بيقراها، الاستشوار ذات نفسه طبعا بقى بتركب عليها دي، يبقى طبعا بتركب عليها دي بيبقى ده شكلها، بتركب عليها دي بيبقى ده شكلها، هيبقى استشوار عادي خالص. ولكن بقى المهم، كل ده او كل الاستشوار ده انا جايبه لك بكام؟ الاستشوار ده كده كله عامل 450 جنيه، ولكن لو انت رحت قلت لهم ان انا تابع كريم عفت وعايز الاستشوار ده كده كله، هيتعمل لك خصم 100 جنيه، يعني الاستشوار بدي بكل حاجه في الاستشوار هتبقى واقف عليك ب 350 جنيه. بص يا باشا انا مظبطك على الاخر، مظبطك على الاخر. هسيب لك طبعا لينكات كل الحاجات دي تحت في الديسكربشن لو انت عايز تروح تشتريها، اذا كان الوش لوحده او اذا كان الاستشوار كله. ما تنساش تقول لهم ان انت تابع كريم عفت علشان يدوك الهديه او يعملوا لك الخصم. هسيب لك لينك تحت برضو على ماكينه الحلاقه لو انت برضو عايز برضو تجيب ماكينه حلاقه بسعر رخيص، لان انا برضو كنت عامل برضو فيديو عن مكنات الحلاقه وكده يعني، وازاي تختار مكنات الحلاقه، وفي كمان تحت يعني في الفيديو ده ديسكاونت لماكينه حلاقه جامده جدا جدا. فهسيب لك برضو اللينك برضو بتاعه تحت. وزي ما مظبطك في الاسعار وبظبطك في العروض وكده، ظبط انت برضو بقى في الفولورز واللايكات والانستجرام والتيك توك، لاني يعني بقدم هناك عظمه يعني، وشير في كل مكان، لايك في كل مكان، عايزين نوصل ل 100000 في اقرب وقت. وكالعاده دوس يا كوتش، سلام عليكم.